للاضافه مثل ما عم تفضل مدام وتقول لنا انه ما كل هول الاساليب افضل اكيد انه نحن نبعد عنهم، اول شيء لانه فيهم عنف، ثاني شيء لانه ما بيجيبوا نتيجه، اذا جابوا نتيجه بيجيبوا اوقات نتيجه مؤقته بننبسط فيها، بنرجع بنتفاجئ بعمر معين انه رح يرجع لاكل الدفي. اول اسلوب هو اسلوب التفاهم، يعني اول اسلوب نعتمده مع الولد انه نحن نفرجيه ضفيره، نتفاهم نحن وياه، نفسر له انه كيف بصير في احمرار، كيف ممكن يطلع دم، وممكن نعمل مثل نوع من الكالندريه، كالندر او رزنامه نحن وياه، بنعلقها بغرفته بشكل انه نقول له انه انا كل يوم رح شوف ضفيرك وانا بعرف اذا انت اكلته، مثلا ثلاثه بلشنا نشوف ثلاثه، انا كثير مبسوطه منك، انت ما حطيت ضفيرك بتمك، فاذا رح نحط او سمايلينج فيس او اوقات نحن كرينفورسمنت كتشجيع على الولد بنضطر انه نقطع بمكافاه يوميه، لانه اكل الضفير غاده من اصعب الاشياء يلي ممكن الولد يتخلص منها، من اصعب الاشياء، فبنضطر كبدايه يمكن اول خمسة ايام نقطع بمكافاه يوميه، يمكن تكون شوكولا صغير، يمكن تكون لعبه صغيره رمزيه، وبعدين بنصير نخليهم يتراكموا، يعني مثلا اليوم انت شفت ضفيرك ما حطيتهم بتمك، بكره نفس الشيء، صاروا ثلاث ايام، كل ثلاث ايام في مكافاه، وممكن نعاقب بالمقابل، ممكن نعاقب على كمان كل نهار حط ايده بتمه، بس العقاب برجع بقول انا ما بنصح فيه بشكل هيك بالمجمل يعني بالاجمال، لانه العقاب اوقات كثير ما بينفع مع بعض الاولاد وبيعمل رده فعل بصيروا اكثر يتحدوك نوعا ما. هيدا اول شيء. ثاني شيء، اكثر ظروف بياكل فيها الولد ضفيره هو قدام التي في شارد، هو وناطر دوره مثلا وحده ما عنده شيء يعمله، زهقان الى اخره، فانا بدي اشوف هالظروف وبدي اكون موجوده فيها، بدي اتدخل فيها، عم يحضر تي في، جرب اقعد معه سيره من بالرسوم المتحركه يمكن يلي هو عم يحضرها، متوتر جرب احكي انا وياه، وزيد قد ما بقدر بكل شيء بنسميه بريكولاج، يعني قصقصه، تلزيق، تلوين، شغل له ايديه كمان. اذا استخدمنا كل هالباكج اللي انا حكيت عنه مفروض انه نلاقي نتيجه، مش رح اقول يوقف بس انه نوعا ما مفروض انه نحط شوي حد للموضوع. جيسي معنا كمان على الخط. الو بونجور مايا، تفضلي. بونجور جيسي. بونجور، تفضلي. انا عندي بنتي عمرها 5 سنين. 12. بتنام حده بعد لهلا، ما بتقبل انه تنام باوضتها مع انه عملت لها كل شيء وبتنام اختها فيها. وعندي مشكلة تانية انه بتغار كتير من اختها، يعني غيرة قتولية، يعني ما بعرف شو بدي اعمل لها. قد ايه عمرها اختها؟ عمرها 9 سنين ونص. 9 سنين ونص، عم بسمع مزبوط؟ نعم. يعني اكبر منها اختها؟ اكبر منها، ايه بتغار من اختها الاكبر منها. اوكي. بعد سؤال، بتنام حدك من اول، يعني عشية لما بتفوت تنام بتنام حدك من الاول ولا بتجي لعندك بالليل؟ لا لا، بتنام حدي من الاول. من الاول بالنص، يعني بينك وبين. نعم. بين بيها. نعم. اوكي، هلا ما في شك انه التغيير رح بيكون صعب، بس بدنا نعمله لو كان صعب. يعني هي تعودت على هالنمط هيدا، بالنسبه لإلها بدها تحس حالها موتره كثير، ما بده يكون عندها شعور بالامان اذا هي عم تنام وحده بغرفتها. غلطك انه عودتيها ومشيتي معها لهالعمر، بس مش مشكل، بنقدر انه نشتغل على الموضوع. بس ما انا بنقلها بالليل وبترجع بتوعى بليل وبترجع عندي؟ ايه ما بتقبل، ايه بترجع بتقوم. اوكي، انا نصيحتي لك انه من الاول بهذا العمر لازم تكون عم تنام بغرفتها. هلا كيف الطريقه تتنام بغرفتها؟ اول شيء بدنا نحضرها، يعني كنا عم نحكي كمان باول اتصال عن كالندريه، عن كالندر، برجع بحكي عنها. يعني اذا انا ناويه مثلا، اذا انا اليوم خلينا افترض انه انا اليوم باول الشهر وانا ناويه بعشرة الشهر انقلها تكون عم بتنام من اول الليل بغرفتها، خليني على الكالندريه بلش شطب انه اليوم خلصنا من اول نهار، اليوم 2 الشهر، 9 الشهر بقول لها اخر ليله بتنامي حدي، بكره وحدك. بهالفتره شو بكون عم بعمل؟ بهالفتره بكون اول شيء عم بسالها اذا بتحب يكون في شيء حدا، دودو، بلوش، لعبه، شغله، ممكن نروح انا وياها اشتري لامبادير على ذوقها، لمبه صغيره تحطها حدا مع بيرسوناج ديزني لحتى هي تضويها، بكون عم بعمل لها التحضيرات يلي هي نوعا ما بيسهلوا الموضوع بالنسبه لإلها. اهم مرحله هي الديمارش او الطريقه السلوكيه اللي بنشتغل فيها لما بننقل الولد على غرفته لوحده. يعني بدك تعرفي انه اول فتره لما هي بتنام بغرفتها انت بتكوني موجوده، يعني ممكن انه تتمددي حدا على التخت لمده يومين ثلاثه تتخفت
ترجعي تنسحبي. من بعدها ما بتقطع اول يومين ثلاثه بتبعدي بالمسافه جسديا، يعني اذا في عندك فوتاي صغيره بالاوضه بتقعدي على الفوتاي بتنطريها تتخفى. اذا مرتين ثلاثه طلبت تروحي تعملي كلانت بوسيه بتروحي ما في مشكل. المرحله الثالثه اذا غرفتك مجاوره لغرفتها بتقولي لها انا بغرفتي عم ضب ثيابي عم علق ثيابي، ولما بسمعك رح رد عليكي ورح تسمعي صوتي. في الاهل مثلا بيتمشوا بالكوريدور اللي حد الاوض ورح تتفاجئي انه شوي شوي اكيد بيمشي الحال، بس بدها تاخذ القصه شويه وقت، بدها تاخذ نق كثير عم اقول لك، يمكن تاخذ شويه بكي، بس اكيد بيمشي الحال. بس انت خليكي مصره لانه انا بقول اكيد بعمر الخمس سنين هي جاهزه. فيني جاوبها عن غيرتها من اختها؟ فيك انا بعد اتصل